بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة السابعة من حل الأسئلة الوزارية للفصل الرابع التكامل المحدد. وصلنا للسؤال 31. جسم يتحرك على خط مستقيم بسرعة، هنا عندي V لT تساوي 2T زائد 12 جذع الإزاحة التي يقطعها الجسم بالفترة الزمنية، هنا مطيني من 1 إلى 3، هذا جاني بالدور الثالث سنة 16-17. طبعا احنا هنا هاي تطبيقات، شنو تطبيقات فيزيائية على يمن على موضوع التكامل المحدد. فهنا عندنا لما نجي نريد السرعة والإزاحة والتعجيل، احنا عندنا هذا المخطط احنا كود حافظينه. شنو هنا عندي؟ قلنا S للتي، S للتي هنا عندنا شنو؟ الإزاحة، S للتي الإزاحة، راح هنا نشتقها تصير V للتي، اذا يصير عندي شنو هنا عندي؟ سرعة. وايضا هنا عندنا نشتقها راح يصير عندي A للتي، او A للتي هو شنو هنا عندنا؟ عندنا هذا التعجيل، هذا التعجيل. هاي اخذناها بالصف شنو؟ بالصف الثاني. فهسه هنا نقول عليه هذه شنو هنا عندي؟ تفاضل، يعني مشتقه هنا عندي تفاضل، وايضا هنا عندنا شنو؟ تفاضل. من اريد ارجعها بالعكس، اذا التعجيل من اجي اكامله هنا نكامل راح يرجع لنا شنو؟ يرجع لنا سرعه، والسرعه ايضا من نكاملها راح ترجع لنا هنا شنو عندنا؟ الازاحه. اذا ايضا شنو نقول هنا عليها؟ نكامل. فهسه احنا نشوف السؤال شنو منطيني هنا بالسؤال. يقول جسم يتحرك على خط مستقيم بسرعه، اذا منطيني سرعه، وين السرعه؟ هاي السرعه هنا اللي منطينيها، شوف هاي اللي بالنص هذا. اذا انت هذا المخطط لازم حافظه زين اكامله لو اجي اشتقه هنا عندنا. احنا هنا دائما بالتكامل المحدد هو كله تكامل موجود عندنا هنا. فهسه هنا نشوف يريد الازاحه، ما طول يريد الازاحه، الازاحه وين جايه؟ جايه لي جايه. اذا انا شو اسوي له؟ راح اجي شو اسوي له؟ اسوي له اكامل. بينما السرعه اذا اراد التعجيل شو اسوي لها؟ اجي شنو؟ نجي نشتقها. طبعا دائما الازاحه نشتقها على مود السرعه تصير سرعه، وبعدين السرعه نشتقها شو يصير هنا عندنا؟ يصير عندنا تعجيل. ودائما التعجيل من ينطيني اياه؟ دائما اكامله على مود يصير لسرعه، وبعدين اكامله يصير عندي شنو؟ يصير عندنا ازاحه. اذا دائما الازاحه هي تشتق، ودائما التعجيل هو شنو؟ يكامل. بينما السرعة مرة تشتاق مرة تكامل حسب المطلب بالسؤال. إذا انطاني سرعة وراد إزاحة شو أسوي لها؟ أكاملها. وإذا انطاني سرعة وراد تعجيل شو أسوي لها؟ نجي نشتقها. هسه نجي على الحل مالتنا هنا. طبعا احنا هنا عندنا شنو؟ الإزاحة، الإزاحة بدون قيمة مطلقة وبدون تجزئة، يعني ماكو تجزئة. شنو الفترة اللي يعطيك إياها بالسؤال؟ هي تجي تكامل بها. يعني هسه هنا من أجي الحل مالتي هذا هنا، الحل مالتنا شيرد هنا عندي، هاي هنا عندي السرعة. إذا أجي أكامل السرعة نقول هنا عندنا V للT، من أجي أكاملها شنو هو اللي منطينيها هنا عندي آني؟ 2T. إذا أقول 2T ناقصا شقد أو زائدا؟ زائدا 12. هنا راح أكاملها بالنسبة D للT. ليش؟ لأن المتغير شنو اسمه؟ اسمه T، يعني زمن. هنا بدلالة من؟ بدلالة الزمن. بينما من كانت عندنا بالمساحه من نريد نطلع كان نعطينا متغير اكس نقول دي للاكس. اذا هسه هنا نخلي شنو هنا عندي؟ حدود التكامل من 1 الى 3. اذا هنا ما نجي نقول نجعل الداله تساوي صفر. اذا بالازاحه ما نقول شنو هنا عندنا؟ نجعل الداله تساوي صفر ونحلل ونطلع قيمه اكس ونشوف اكو تجزئه او ماكو تجزئه. اذا هنا احنا كاتبين مثل ما بالمحاضرات السابقه انه دائما الازاحه بدون تجزئه وبدون قيمه شنو؟ مطلقه، هاي الازاحه. بينما المسافه، المسافه نفس من؟ نفس المساحه، اذا بها تجزئه وبها قيمه شنو؟ بها قيمه مطلقه. هسه نجي نكاملهن، هنا هاي قلنا السرعه من تتكامل راح يصير عندنا ازاحه، اذا اس للتي
اس للتي تساوي لنا. شلون نكامل هذا؟ حدود التكامل راح تروح عندنا، اذا هذا الحد الاول الرمز الاس، وعندنا هنا شنو الدي للتي، ونجي نكامل من نكامل هذا اللي موجود عندنا هنا. فشنو هنا التكامل مالتنا راح يصير عندنا؟ هنا عندنا اثنين اني شغله ويا الاس، ايش قد الاس هنا؟ الاس واحد، ايش قد راح اضيف له؟ اضيف له واحد، يعني ايش قد راح يصير لي؟ يصير لي تي اس 2 على ايش قد؟ على 2 زائدا. هنا ايش قد عندنا؟ عندنا 12، هاي ما وياها شنو؟ ما وياها متغير، مثل ما كان بالاكس من عندي 2 من اريد اكاملها اقول 2 اكس، 3 3 اكس، 4 4، هسه انا عندي 12 اقول 12، ما طول بدلاله التي نقول دي للتي، اذا نخلي براها شنو؟ نخلي براها تي، اذا كان دي للاكس نخلي اكس، اذا دي للتي نخلي تي، اذا دي للواي نخلي واي، وهكذا. فهسه هنا عندي نخلي فتره التكامل موجود عندنا من 1 الى قد؟ من 1 الى 3. طبعا هسه هاي تختصر، هاي الثنين تختصر ويا من؟ ويا هاي الثنين. وهسه نجي نعوض اول مره بالعدد الكبير 3 بمكان كل تي، والتي الثانيه والنوب نعوض مكانهم شنو؟ نعوض مكانهم واحد، نقول وتساوي لنا. هسه راح اشيل هاي تي، ايش قد اخلي مكانها؟ اخلي مكانها 3 فوقها شنو؟ فوقها تربيع، زائدا هنا ايش قد عندنا؟ زائدا 12، ونشيل هاي تي، ايش قد نخلي مكانها؟ نخلي مكانها 3، ذولا نخليهم قوس ناقصا، مثل ما كنا نسوي بموضوع شنو هنا عندك المساحه، اذا القيمه الكبيره ناقصا القيمه الصغيره، وهاي هنا حدود التكامل الواحد، ايضا عوضه بالتي الاولى وعوضه بالتي الثانيه. اذا هسه هنا ايش قد راح يصير عندنا؟ قلنا الثنين راحت ويا الثنين، تبقى لنا بس التي، اذا اشيل كل تي واخلي مكانها ايش قد؟ اخلي مكانها واحد، شكو فوقه؟ اكو فوقه هنا عندنا تربيع، وزائد هنا شنو عندنا؟ زائد 12، او اشيل هاي التي وايش قد اخلي مكانها؟ اخلي مكانها شنو؟ اخلي مكانها واحد، ايضا ذول اخليهم شنو؟ اخليهم بقوس وتساوي. نطلع ناتج ذول هنا عندك، هاي الثلاثه من تتربع معناتها 3 في 3، والناتج مالتهم ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا 9، زائدا هنا عندك 12 في 3، الناتج مالتهم ايش قد؟ 36، تخليهم بقوس ناقصا القوس الثاني، هنا عندنا الواحد من يتربع ايش قد يصير؟ يصير لنا واحد، زائدا هنا عندك ايش قد؟ 12 في واحد، ايش قد ناتجهم؟ الناتج مالتهم ايش قد؟ 12. نقول وتساوي لنا هنا عندك 9 او 36 ايش قد يصير لنا؟ 45، اذا هنا عندنا 45 ناقصا 1 زائد 12 ايش قد؟ الناتج مالتهم هنا عندنا قلنا 45، وهنا الناتج مالتهم ايش قد يصير لنا؟ يصير لنا ايش قد؟ يصير لنا 13. هسه عندك 45 ناقصا 13 وتساوي لنا 2، شنو هنا عندي؟ 32، شنو هذه؟ الازاحه طبعا، شنو نكون هنا عندنا متر، اذا الازاحه التي يقطعها الجسم بالسرعه الموجوده عندي 2 تي زائد 12 بالفتره الزمنيه من 1 الى 3 تساوي لنا 32 متر. 32 جسم يتحرك على خط مستقيم مكان سرعته معطاه بالعلاقه في للتي، هاي في للتي سرعه، هو هنا ايضا قايل لي سرعه 3 تي تربيع زائدا 6 تي زائدا 3، جد المسافه المقطوعه في الفتره الزمنيه هنا عندي من 2 الى 4. هذا جايني بالدور الثاني سنه 18 19. طبعا احنا دائما قلنا هنا عندنا الازاحه اس للتي نشتقها، تصير عندنا شنو؟ عندنا سرعه في للتي، وهنا عندنا اي الميل للتي، وطبعا من نكامل هاي هنا عندنا نكامل هاي مشتقه نكامل، وايضا هنا راح شو نسوي؟ راح نكامل السرعه، يصير عندنا شنو هنا عندي؟ ازاحه نكامل. ايضا هنا عندي ويا الازاحه اكو شنو هنا عندي؟ اذا اراد من عندنا المسافه، اذا المسافه هي دي المين دي للتي. هنا من نجي اريد نطلع الازاحه، قلنا الازاحه بدون قيمه مطلقه وبدون تجزئه، بينما هنا عندنا شنو؟ المسافه بتجزئه وبقيمه شنو؟ بقيمه مطلقه. زين، فهسه هنا لما نجي لهذا السؤال نشوفه، هو شنو منطيني؟ منطيني سرعه، اذا هاي السرعه اللي منطيني اياها هنا ما طول منطيني سرعه، وش يريد من عندنا؟ يريد عندنا مسافه، اذا المسافه راح نرجع لي جاي، اذا شنو نسوي؟ نكامل. واضح؟ اذا نكامل هذا السؤال اللي منطيناه عندنا هنا. زين، فمن اجي اريد هنا عندنا نقول المسافه، اذا دي للتي هذا الحل هنا مالتنا، الحل دي للتي تساوي لنا التكامل مالتي، هو منطيني فتره من 2 الى ايش قد؟ من 2 الى 4. الداله شنو هنا اللي منطينيها؟ هنا الداله اللي منطيناها هي 3 تي تربيع زائد شنو هنا عندنا؟ 6 تي
زائدين ثلاثة. زين، هاي أكاملها بالنسبة لمن؟ بالنسبة للزمن. إذن هاي راح نقول خليها بين قوسين وأقول دي للتي مو دي للإكس، إذن نقول دي للتي. طبعا دائما هنا قلنا من يريد المسافة من عندنا حتى لو منطيني فترة زمنية موجودة لازم شو نقول؟ نجعل الدالة تساوي صفر، نشوف اكو تجزئة لو ماكو تجزئة عندنا هنا. فهسه هنا شو نقول؟ هاي هنا عندنا احنا نقول نجعل الدالة، نجعل الدالة تساوي صفر، بينما بالإزاحة ماكو داعي نسوي هذا. زين، فهسه هنا نجعل الدالة تساوي صفر، وين هالدالة؟ الدالة 3 تي تربيع زائدا 6 تي زائدا شنو هنا 3 تساوي لنا صفر. هسه هاي من اجي ارد احلها، هاي معادله تتكون لي من كم حد؟ من 3 حدود. اذا تنحل بطريقه هنا شنو عندي التجربه، بس قبل لا اجي اشوف هنا 3 هنا 6 هنا 3، اذا بالقسم على ايش قد اقسمهم؟ بالقسمه على ايش قد؟ على 3 على مود يصير عندي ابسط. فهنا راح يصير عندنا من تتقسم على 3 تي تربيع، وهنا من تتقسم على 3 6 ايش قد يبقى لنا؟ 2 تي، ومن تتقسم 3 تقسيم 3 زائدا 1 تساوي لنا شنو؟ تساوي لنا صفر. هسه اجي قوسين، هذا قوس وهذا قوس، يساوي لنا شنو؟ يساوي لنا صفر. تي تربيع شو تصير؟ تصير تي بتي. هنا الاشاره موجب في الموجب موجب، وعندك موجب في الموجب موجب، وهسه هنا عندنا نجي على اليمن على الواحد، الواحد قد حلل لنا واحد بواحد. من يقول تحليلنا صحيح يجوز تحليلنا غلط، او نقول بما ان اشاره الحد الاخير موجب اثنين هم ياخذون اشاره الحد الوسط، وهذا هو الوسط موجب، واذا اشاره الحد الاخير سالبه ياخذون اشاره واحده موجب واحده سالب. فهسه حاصل ضرب الوسطين واحد تي، حاصل ضرب الطرفين واحد تي، واحد تي واحد تي ايش قد يصير لنا؟ يصير لنا 2 تي، اذا التحليل مالتنا صحيح. هسه هذول القوسين متشابهين، ناخذ واحد من عندهم نقول اما هنا عندنا تي زائدا واحد تساوي صفر، تنقل للجهه الثانيه، وهنا نقول تي تساوي لنا ايش قد؟ تساوي لنا سالب واحد. زين، هسه هذه تي طلعت ايش قد؟ سالب واحد. اجي هسه اني هو الفتره منين يريدها؟ يريدها من 2 للاربعه. لو اجي اخلي خط الاعداد، هذا خط الاعداد ايش قد منطيني العدد الاول؟ طبعا هاي صفر للدلاله. هنا عندي القيمه مال اكس ايش قد؟ قيمه التي العفو هنا ايش قد القيمه مالتها؟ القيمه مالتها 2. والقيمه الثانيه ايش قد طلعت لنا؟ طلعت لنا ايش قد؟ هو منطيني اياها ايش قد؟ منطيني اياها 4. بينما انا قيمه التي هنا ايش قد عندي موجوده؟ عندي سالب واحد، هاي سالب واحد هنا. اذا هذا اللي موجود عندي ضمن الفتره لو خارج الفتره؟ اذا خارج الفتره. اذا اكو تجزئه لو ماكو تجزئه؟ ماكو تجزئه. اذا هسه هذا شو اقول عليه؟ سالب واحد خارج هنا شنو عندي؟ خارج الفتره. واذا خارج الفتره اذا لا توجد شنو عندي؟ اذا لا توجد هنا شنو عندنا؟ لا توجد تجزئه. واضح؟ اذا تجزئه ما يعني اكامل ضمن من؟ اكامل ضمن الفتره اللي منطيني اياها شنو؟ اللي منطيني اياها بالسؤال. يعني هسه التكامل مالتي راح راسا اقول رموز التكامل هاي اللي موجوده عندي هنا، طبعا هاي هنا نقول دي للتي، دي للتي تساوي لنا هنا عندنا رموز التكامل هذا، وهاي الدي تي راح هنا ما نكتبها، نجي هسه نضيف شغلنا ويا من؟ ويا الاس. هذا الاس ايش قد اضيف له؟ اضيف له واحد. هنا تي ايش قد الاس مالته؟ واحد، هم اضيف لها واحد. هنا ماكو تي على مود اضيف لها واحد، اذا انا اضيف تي شنو هنا عندي؟ ورا من؟ وراء الثابت. يعني راح شو يصير هسه؟ هنا عندنا 3 تي اضيف لها واحد، 2 اضيف لها واحد، يصير 3 على ايش قد؟ 3 على 3. هنا عندك زائدا ايش قد؟ زائدا هنا تي الاس مالته واحد، راح يصير عندنا الثابت ينزل كما هو 6 اس 2 على ايش قد؟ على 2. زائدا هنا عندنا 3 شنو؟ 3 تي. وراح نخلي حدود التكامل من ايش قد هنا عندي؟ من 2 الى ايش قد؟ الى 4. طبعا هاي الثلاثه راح تختصر ويا من؟ ويا هاي الثلاثه، وهاي 2 تختصر ويا من؟ ويا هاي 6. تبقى لنا شنو هنا عندي؟ 3. وهسه اجي اعوض مكان من؟ مكان هذه الاربعه مره بهاي التي ومره بهاي التي، وهنا عندنا بالتي الثالثه. يعني شو يصير هسه؟ عندنا نقول ويساوي لنا هذا، هنا عندي الناتج ويساوي لنا نخلي قاوس موجود عندك، اشيل هاي التي ايش قد اخلي مكانها؟ خلي مكانها ايش قد؟ اخلي مكانها 4. طبعا اختصرت الثلاثه، وهي الثلاثه راحت، والاربعه مرفوعه للقوه ايش قد؟ 4 مرفوعه للقوه 3. زائدا هنا اختصرت السته ويا الثنيه ايش قد بقى لنا؟ بقى لنا 3. اشيل هاي التي ايش قد اخلي مكانها؟ 4 مرفوعه للقوه ايش قد؟ 2. زائدا عندنا 3، نشيل هاي التي ايش قد نخلي مكانها؟ 4. هذول اخليهم بقوس شنو هنا عندي؟ اخليهم بقوس واحد. شنو براها تجي النوب؟ ناقصا هاي الثنين هم راح اجي اعوضها بالتي الاولى واعوضها بالتي الثانيه،
وعوضها بالتي. شنو هنا عندي؟ الثالثة. اذا هسه هنا راح شو يصير عندنا؟ يصير عندنا قلنا الثلاثة راحت ويا الثلاثة، بقات لنا بس التي. هنا عندنا اثنين مرفوع عن القوة، ايش قد؟ ثلاثة. شنو بيناتهم الاشارة؟ زائدا. هنا من اختصرنا ستة، ايش قد بقالنا؟ قلنا بقالنا ثلاثة. اشيل هاي التي، وايش قد اخلي مكانها؟ اخلي مكانها اثنين مرفوع عن القوة، ايش قد؟ للقوة اثنين. زائدا هنا عندنا ثلاثة، ونشيل هاي تي ونخلي مكانه شنو؟ نخلي مكانه اثنين، او ذولا شو اسوي لهم؟ هم اخليهم شنو؟ اخليهم بقوس. نقول وتساوي لنا هسه عندنا وتساوي هذا من راح أربعة في أربعة في أربعة، ثلاث مرات، أربعة في أربعة 16، و16 في أربعة ايش قد الناتج مال أربعة في أربعة 16، وعدك انه ب 16 تضربها في 4 ايش قد يصير لنا؟ 64. اذا ناتجهم 64. زائدا هنا عندك 4 من تتربع ايش قد يصير؟ 16. 16 تنضرب في 3 ايش قد يصير لنا؟ يصير لنا 8. ايش قد هنا عندنا؟ 48. زائدا هنا عندك 4 في 3 ايش قد الناتج مالتهم؟ الناتج مالتهم ايش قد؟ 12. ناقصا نجي على القوس الثاني، هنا 2 من تتكعب معناته 2 في 2 في 2 ايش قد ناتجهم؟ ناتجهم 8. زائدا 2 متربع ايش قد يصير؟ 4. 4 في 3 ايش قد ناتجهم؟ ناتجهم ايش قد؟ 12. زائدا هنا عندك 3 في 2 الناتج مالتهم ايش قد يساوي لنا؟ ناتجهم يساوي لنا 6. هسه هنا نجي نقول وتساوي لنا، عندنا هنا باو، هنا عندك 64 و48 و12. هسه هذه ويا هذه هنا ايش قد يصير؟ 50 60. 12 وال 48 ايش قد يصير؟ 60. 60 وعندك هنا 64 والناتج مالتهم يصير لنا 124. اذا 124 ناقصا هنا نقول هذا هنا عندك 20، ايش قد يصير هنا عندنا؟ 26. 20 26 20 26 وتساوي لنا هنا عندنا 124، هاي هنا عندنا 124 ناقصا ايش قد؟ ناقصا 26. الاربعه ما بيها هنا تداين واحد منها، يصير عندك 14. هنا ايش قد يصير عندنا؟ 8. هنا بقى لنا واحد، وهنا يعني يصير عندنا ايش قد؟ 11. يروح منها 2 ايش قد يبقى لنا؟ يبقى لنا 9. اذا يصير الناتج مالتهم ايش قد يساوي لنا؟ يساوي لنا 98. هاي 98 شو نقول عليها؟ 98 شنو هنا عندي؟ متر. طبعا هذا اقدر شو اخلي له اني؟ ما طول عندي هنا عندنا مسافه، اذا نخلي له شنو؟ نخلي له قيمه مطلقه. اذا بالحل مالتك تجي هنا تخلي هاي القيمه المطلقه، هاي القيمه المطلقه دائما بنهايه الحل، هاي القيمة المطلقة وأيضا هاي القيمة المطلقة بالبداية وبالنهاية. وهنا عندنا القيمة المطلقة بالبداية والنهاية، والقيمة المطلقة تحول الناتج اللي موجود عندنا شنو هنا؟ من قيمة موجبة إذا طلع عندنا بالسالب إلى قيمة شنو؟ قيمة موجبة. هو هنا طلع عندي شنو؟ بالموجب، يعني ماكو داعي أخلي القيمة المطلقة. سؤال 33، جسم يتحرك على خط مستقيم وبسرعة v للتي، يعني السرعة تساوي 4 تي ناقصا 12، جد ما يأتي بي. هذا السؤال مطلبين، المطلب الأول الإزاحة التي يقطعها الجسم في الفترة الزمنية من 1 إلى 5، والمطلب الثاني المسافة التي يقطعها الجسم خلال الثانية الرابعة. هذا جاني بالدور الثاني سنة 17-18. طبعا الإزاحة بدون قيمة مطلقة وبدون شنوة وبدون تجزئة. اذا هسه هنا من نجي نريد نكامل، نريد احنا الازاحه قلنا دائما عندنا سرعه شنو نكاملها، شو يصير عندنا؟ يصير عندنا ازاحه حسب المخطط اللي موجود عندنا. فهسه السرعه من نكاملها شو يصير عندنا؟ يصير عندنا ازاحه، والازاحه هي اس للتي تساوي لنا تكامل منطيني فتره لو ما منطي من 1 الى اشقد؟ من 1 الى 5. شو اسمها الداله اللي منطيني اياها؟ السرعه. هنا نخلي دائما السرعه ونخلي وراها دي تي، فسرعة 4 تي ناقصا اشقد؟ ناقصا 12، ونخلي براها دي المن دي لي تي. هسه نجي شو نسوي هاي الدالة؟ نجي نكاملها. شلون التكامل مالتنا راح يصير؟ هذا طبعا بدون تجزئة وبدون قيمة مطلقة. إذا هذا رموز التكامل هنا، هذول اثنيناتهم راح يروحون، والتكامل مالتنا راح يصير هنا عندنا نشغل ويا تي اشقد الأس مالتها؟ 1، أضيف له 1 راح يصير 2، وأقسم على 2، وهاي هنا 12 ماكو وياها تي. اذا انا اضيف لها شنو؟ اضيف لها تي على مود ارجعها للاصل مالته، فنقول هنا عندنا 4 تي اس 2 على ايش قد؟ على 2 ناقصا 12. هنا شنو عندنا؟ ناقصا 12 تي، ونخلي هاي حدود التكامل
عندنا العدد الصغير هنا واحد وهنا قد عندنا؟ هنا عندنا خمس، إذن من واحد إلى خمس. طبعا اكو اختصار، راح تختصر هاي الاثنين ويا من؟ ويا هاي الأربعة، وتبقى لنا شنو هنا عندنا؟ تبقى لنا 2 تي تربيع. هسه نجي شنو نسوي؟ هاي الخمسة نجي نعوضها مرة بالعدد بالتي الأولى، ومرة نعوضها وين؟ بالتي الثانية. يعني راح شو يصير هنا عندنا؟ نقول وتساوي لنا هنا موجود عندك، بقت قلنا ايش قد؟ بقى لنا 2. اذا هسه هنا عندنا 2، اشيل هاي التي، ايش قد اخلي مكانها؟ اخلي مكانها 5. شنو اكو فوقها؟ اكو فوقها تربيع. 2 هاي اختصرت ويا من؟ ويا الاربعه، بقت لي بس 2. شنو الاشاره؟ الاشاره ناقص. هنا ايش قد عند العدد؟ عند العدد ايش قد؟ 12. اشيل هاي التي، ايش قد اخلي مكانها؟ اخلي مكانها 5 واسد القوس. ناقصا هسه هنا نجي عندنا القوس الثاني، راح اجي اعوض ايش قد العدد؟ 1، اذا مكان التي الاولى ومكان التي شنو عندي؟ الثاني. قلنا هنا ايش قد بقى لنا العدد؟ بقى لنا العدد 2، لان اختصرنا الاربعه ويا 2 بقت 2، هاي نكتبها 2 مثل ما هي. نجي على التي نوخرها، وايش قد نخلي مكانها؟ نخلي مكانها 2، وش اكو فوقها؟ اكو فوقها تربيع. ناقصا هاي تنزل نفسها، وهنا عندنا ايش قد؟ العفو، هنا عندي العدد مو 2، عند العدد ايش قد؟ عند العدد 1. اذا اخلي العدد ايش قد؟ 1. هنا عندك ايش قد؟ 12، تنزل مثل ما هي 12، وراح اوخر هاي تي، وايش قد اخلي مكانها؟ ايضا اخلي مكانها 1، او ذولا ايش اسوي لهم؟ اسد القوس مالتهم. واضح؟ اذا هنا عوضت 5 مكان هاي تي وهاي تي، هنا عندي 5 وهنا 5، وهنا عوضت مكان التي باو، هنا عندي 1 وهنا عندي 1. شنو العدد الطنية؟ عوض مكان. نقول وتساوي لنا هسه هنا نجي على ذولا، هنا عندك 5 من تتربع ايش قد تصير؟ 25. 5 في 5 25، او تنضرب هنا عندنا في 2، ايش قد ناتجهم راح يصير؟ يصير عندنا 50. ناقصا هنا عندنا 12 في 5، 12 في 5 الناتج مالتهم ايش قد؟ 60. اذا هذا هنا عندنا ايش قد؟ 60. هنا 5 في 2 10، 0 باليد 1، و5 في 1 5 و1 يصير عندنا 6. ناقصا هنا عندك 1 متربع ايش قد يصير؟ 1. 1 ينضرب بالاثنين، ايش قد هنا عندنا؟ 2. ناقصا هنا عندنا 1 في 12، ايش قد الناتج مالتهم؟ ناتجهم 12. وتساوي لنا هنا عندنا ايش قد؟ هنا عندك 50 و60، الفرق بيناتهم ايش قد؟ هذا موجب، هذا سالب، الفرق بيناتهم 10 وشارت الكبير، اذا سالب هنا شنو عندي؟ سالب 10. ناقصا هاي مال بين الحدين، وهنا عندنا 12، عندك 12 وعندك 2، هاي عندنا 12 وهاي 2، هذا موجب هذا سالب، ايش قد الفرق بيناتهم؟ 10، واشاره الكبير سالب، اذا صرنا سالب ايش قد؟ سالب 10. هسه شو نسوي؟ هاي الاشاره السالبه راح تدخل على اليمن، تدخل على هذا القوس، ويصير هنا عندنا نقول وتساوي لنا سالب 10 زائدا 10 وتساوي لنا ايش قد؟ وتساوي لنا 0. اذا هسه هنا شنو الازاحه اللي يقطعها الجسم في الفتره الزمنيه من 1 الى 5؟ ايش قد تساوي لنا؟ تساوي لنا 0. انا عندي شنو؟ 0 متر، اي جسم انطلق وعاد الى الموضع الذي انطلق شنو؟ انطلق منه. زين، نجي على اليمن على المطلب الثاني، يقول هنا يريد المسافه التي يقطعها الجسم خلال الثانيه الرابعه. يعني شنو الثانيه الرابعه؟ هنا منطيني ثانيه محدده وحده، الثانيه الرابعه. اذا الثانيه الرابعه راح تكون عندي من 3 الى ايش قد؟ الى 4. يعني هسه الجسم من ينطلق خلال الثانيه الاولى ايش قد راح يصير؟ من 0 الى 1. خلال الثانيه الثانيه من 1 الى ايش قد؟ الى 2. خلال الثانيه الثالثه اذا من 3 الى ايش قد؟ الى 4. خلال الثانيه الرابعه اذا يصير من 3 الى 4. فهو العدد اللي يريده دائما شنو؟ الرابعه، الخامسه، السادسه، يكون بالاعلى واقل من عنده شنو؟ اقل من عنده بثانيه 1. فهسه الحل مالتنا هنا لما نجي نريد نحل هذا الحل مالتنا، فهسه هنا هي ثانيه واحده موجوده عندي، فهنا يريد عندي المسافه، اذا المسافه دي تساوي لنا دي للتي، هنا عندنا دي للتي، يعني هاي مسافه، هذا رمز من؟ اس للتي هو رمز الازاحه، وهذا رمز هنا شنو عندنا؟ رمز المسافه، وتساوي لنا التكامل مالتي راح يكون عندي من 3 الى ايش قد؟ 4، لان قايل خلال الثانيه الرابعه، خلال الثانيه الرابعه، واضح هسه هذا عندي؟ لو هذا هنا عندي، هذا هنا 0 للواحد، هاي الثانية الأولى، هنا عندك 2، هاي الثانية الثانية، هنا عندنا 3، هاي الثانية الثالثة، هنا عندنا 4، إذا الثانية الرابعة، هاي شيء هنا عندي الرابعة، مو تقول فوق الأربعة، إذا راح يصير 4 وشوية 4، وهاي راح يصير تتبع لمن؟ للثانية شنو؟ للثانية الخامسة، إذا من 0 وتبدأ للواحد، هاي الثانية الأولى، من 1 ل 2، الثانية الثانية، من 2 ل 3، الثانية الثالثة،
من الثلاثة للأربعة، الثانية الرابعة، فهو يريد خلال يا ثانية الثانية الرابعة، إذن هي تكون من العدد ثلاثة إلى أشقد؟ إلى أربعة، والثلاثة وين تصير؟ جوا، والأربعة وين تصير عندنا؟ تصير عندنا فوق. إذن هنا عندي السرعة أيضا نكامل السرعة، فالسرعة عندنا هنا 4 تي ناقصا أشقد؟ ناقصا 12، ونكاملها بالنسبة لمن؟ دي للتي. التكامل مالتي شنو راح يصير هنا عندنا؟ دي للتي تساوي لنا تكاملنا، هاي هنا عندنا قلنا رموز التكامل، هذا راح يروح، هذا رمز التكامل، والدي للتي راح يكون هنا عندنا. فهسه نجي شنو نسوي؟ طبعا هنا ماكو تجزئة لان هي ثانية شنو؟ ثانية واحدة، مو مثل القايل اللي خلال فترة مثلا اطول من عندها واطلع القيمة مالتهم، وحتى انا من اجي اطلعهم 4 تي ناقصا 12 راح يكون القيمة مالته هنا متجزئ ثاني، يعني 4 تي ناقصا 12 من نطلعهم ايش قد راح يطلع لي؟ يطلع لي 3، و3 هي تكون على حدود شنو؟ على حد الفترة اللي منطين اياها هنا. هسه بنقول 4 تي ناقصا 12 شو تساوي لنا؟ تساوي لنا 0، 4 تي تساوي لنا 12، نقسم هنا عندنا على 4، وقيمة التي ايش قد تطلع لنا؟ تطلع لنا 3، وهنا عندنا تكون شنو؟ على حدود الفترة. إذا ما طول ثانية واحدة رأسا كامل ضمن الفترة شنو؟ اللي منطين إياها. فهسه هنا التكامل راح يصير عندي 4 تي، هنا الأس أضيف له 1 قد يصير 2 على ايش قد؟ على 2 ناقصا 12 شنو عندي؟ 12 تي، وهاي حدود التكامل راح تكون عندي من 3 الى ايش قد؟ الى 4. طبعا راح اختصر هاي الاثنين ويا من؟ ويا هاي الاربعه. ايش قد تبقى لنا؟ تبقى لنا 2. هسه نجي شو نسوي اول مره؟ نعوض بالعدد الكبير اللي هو 4 بمكان التي الاولى ومكان التي الثانيه، وايضا نعوض بالثلاثه بعدها بمكان التي الاولى والتي الثانيه. يعني شو يصير هنا؟ نقول وتساوي لنا هنا من اختصارت ايش قد بقى لنا؟ بقى لنا العدد 2، راح نشيل هاي تي، وش قد اخلي مكانها؟ اخلي مكانها 4 مرفوع على القوه 2 ناقصا 12، نشيل هاي تي، وش قد نخلي مكانها؟ نخلي مكانها 4، هذول اخليهم مقاوس ناقصا. هسه هنا عندنا من اختصرنا الاربعه ويا 2 قلنا ايش قد بقى لنا 2، نوخر هاي تي، وش قد نخلي مكانها؟ نخلي مكانها 3 مرفوع على القوه ايش قد؟ اللي هي القوه 2 ناقصا، هنا ايش قد عندنا؟ 12، نوخر هاي تي، وش قد نخلي مكانها؟ نخلي مكانها ايش قد؟ نخلي مكانها 3، وتساوي. هسه هنا تجي هاي من تتربع 4 تربيع، يعني معناته 4 في 4 و4 في 4 ايش قد؟ 16 تنضرب بالثنين ايش قد يصير لنا؟ يصير لنا 32 ناقصا. هنا عندك 4 تنضرب بمن؟ بال 12، و12 في 4 48، 4 في 2 ايش قد؟ هنا عندنا 8، و4 في 1 ايش قد؟ هنا عندنا 4، ذولا نخليهم بقوس ناقصا، نجي على ذولا نطلع الناتج مالتهم. الاثنين من تتربع العفو الثلاثة من تتربع ايش قد يصير؟ 3 في 3 9، و9 في 2 ناتجهم ايش قد؟ الناتج مالتهم 18 ناقصا. هنا عندك 3 في 12، 3 في 2 ايش قد؟ 6، و3 في 1 ايش قد؟ 3، اذا ناتجهم ايش قد؟ 36، وتساوي الفرق بين هذا وهذا هنا موجود عندنا ايش قد؟ راح يصير عندك هنا 32، وهنا عندك ايش قد؟ 48، الفرق بيناتهم ايش قد؟ 16. هنا عندنا 16 وإشارة من؟ إشارة الكبير. هنا عندنا شنو؟ بي السالب ناقصا القوس الثاني. هنا عندنا شنو؟ 18، وهنا عندنا ايش قد؟ 36، والفرق بيناتهم ايش قد؟ الفرق بين هذا وهذا ايش قد؟ 18، بين 36 وال 18 ايضا 18، وإشارة من؟ إشارة الكبير اللي هو عندنا شنو؟ سالب. هاي الإشارة السالبة راح تدخل على من؟ تدخل على هذا المقدار، والإشارة ما ترى شو يصير هنا عندنا؟ موجب، ويساوي لنا سالب 16 زائد 18، والفرق بين ال 18 وال 16 لان ذولا ايضا واحد موجب واحد سالب، الفرق بيناتهم 2، وإشارة من؟ إشارة الكبير 2، شنو هنا عندي؟ 2 متر. اذا المسافة التي يقطعها الجسم خلال الثانية الرابعة هي ايش قد تساوي لنا؟ تساوي لنا 2 متر.